لم أترك الحزن يقع وحيدا على الباب، جئت إليه وأدخلته وجلسنا معا حول طاولة وجلبت الشراب. ويرى الشاعر عليشي الحرب من منظور مجتمعات كثيرة ومن وجعه الخاص، فيعبر عن صعوبتها بلهفة شعرية ووجدان صادق في قصيدة لمحة عن الحرب. هذه لمحة لن أطيل عليكم بها، سأسرع، يكفي الذي مر بي وخبرت وتشهد لي الهاوينات بأني حضرت مسيرها، وهي ترسم قوس قزح وتشهد لي داعش أنني كنت ممن اعتدت وأعدت لها سيفها في الوضح. ويصور عليشي الشعر بشكل إبداعي جديد، ويعبر عن سلوكه الشعري وكيف يكتب ويرصد حالاته وانفعالاته الإنسانية بشكل فني، جمع فيه فطنة الشاعر وصفته وما هو بداخله. فقال في قصيدة لمحة عن الشاعر: